اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات المسانده وبالتحديد عن لبنان، وهنكمل كلامنا عن الاستهدافات اللي قام بيها حزب الله على الجيش الصهيوني. وفي يوم 19 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو استهدف عدد من المواقع الاسرائيليه على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه. وفي نفس اليوم اعلنت كتائب القسام ان هي اطلقت 30 صاروخ من جنوب لبنان على مناطق كريات شمونة ونهرية التابعة للجيش الإسرائيلي. ورد الجيش الصهيوني في نفس اليوم ان هو قصف الأطراف عدة بلدات لبنانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية. في نفس اليوم حاصر الجيش الصهيوني 6 صحفيين و3 مدنيين لبنانيين بالقرب من تلة العبادة. وفي نفس اليوم اتدخلت قوات اليونيفيل اللي كانت تابعة للجيش الفرنسي عشان تنقل المصابين من تلة العبادة لمنطقة آمنة. ومن المعلومات اللي نقلتها قوات اليونيفيل ان 9 اللي نقلتهم من التلة كان ما بينهم مصاب لبناني. وفي يوم 20 تشرين الاول اعلن حزب الله انه استهدف عدة مواقع للجيش الاسرائيلي على الحدود الجنوبية. وفي نفس اليوم قصف الجيش الاسرائيلي عدة بلدات حدودية، بس في المرة دي قصف البلدات اللي كان منها مصدر النيران. واعلن الجيش الاسرائيلي انه في نفس اليوم اللي هو يوم 20 تشرين الاول ان هو اخلى 27,000 مستوطنة من اصل 28,000 مستوطنة عشان يستخدمها لعمل قواعد ليه، لان المستوطنات دي كانت في منطقة شمال فلسطين وعلى مقربة من الحدود اللبنانية الجنوبية. وفي يوم 21 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو قصف عدة بلدات حدودية ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي ودمر كمية كبيرة جدا من التجهيزات الفنية والتجهيزات العسكرية. وفي نفس اليوم قدر حزب الله ان هو يدمر آلية هامر تابعة للجيش الإسرائيلي ويدمر دبابة، وكل الآليات دي دمرها حزب الله بصواريخ موجهة وكانت في محيط سكن الدفيف العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. ورد الجيش الإسرائيلي في نفس اليوم ان هو قصف سهل يارون ومحيط بلدة عتية الشعب، وكل الأماكن دي تابعة لدولة لبنان. وفي نفس اليوم أعلن حزب الله عن مقتل 6 من مقاتلي نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي. وفي يوم 22 تشرين الأول أعلن حزب الله إن هو استهدف مجموعة من البلدات الحدودية ما بين لبنان وفلسطين، والبلدات دي عبارة عن مستوطنات استولى عليها الجيش الصهيوني. وفي نفس اليوم رد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من البلدات الحدودية وقصف مجموعة من المرتفعات اللي بيظن إن حزب الله مختبئ جوه المرتفعات دي. وفي نفس اليوم أعلن حزب الله مقتل 7 من مقاتليه نتيجة القصف الإسرائيلي. وفي يوم 23 تشرين الأول أعلن حزب الله إن هو استهدف موقع المرج الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة. وفي نفس اليوم رد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي على عدد من البلدات والمواقع والمرتفعات الحدودية، بالإضافة لده قام بقصف مدفعي على نفس الأماكن اللي تم بيها القصف الجوي. وفي نفس اليوم أعلن حزب الله وسرايا المقاومة اللبنانية إن في 4 أفراد، 2 من حزب الله و2 من سرايا المقاومة، قتلوا نتيجة الهجمات. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن حزب الله وعن الجبهات المساندة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.